بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. نحن اليوم في بيت محمي، بيت بلاستيكي لزراعة طماطم شتوية. اليوم إن شاء الله سنريكم طريقة نزع الأفرع الجانبية أو بما تسمى السرطانات. هذه الأفرع الجانبية لماذا ننزعها؟ ننزعها لأنها تعيق نمو النبات، أيضا تأخذ الغذاء ولا نحتاجها. دائما نحاول التركيز على القمة النامية هنا كما تشاهدون، هذا ما يهمنا. الأفرع الجانبية كما هذه، هذا هنا الفرع الجانبي كما تشاهدون هنا، هنا هذا هو الساق وهذه الورقة، وما بينهما هنا هذا هو الفرع الجانبي. نقوم بنزعه على هذا الشكل، يعني فيه أدوات خصيصا لهذا الغرض، فيه مقص تقليم هذه السرطانات أو الأفرع الجانبية. دائما نحاول نزع هذه الأفرع كلها كما ذكرنا لأنها تعيق نمو النبات. كما تشاهدون هنا هذا فرع جانبي نقوم بنزعه، هذا هنا أيضا، ها هي الورقة، وهذا الساق الرئيسي، وهذا بينهما هو الفرع الجانبي، نقوم بنزعه. نترك فقط الرئيسي ونحاول نزع كل الأفرع الجانبية. هذا واحد هنا كما تشاهدون بين الفرع الرئيسي والورق، نقوم بنزعه. فيه واحد هنا كما تشاهدون، نقوم بنزعه. لا نترك كل هذه الأفرع الجانبية لأنها كما ذكرت تعيق النبات، أيضا تزاحمه في الغذاء والماء، أيضا يقوم هذه الأفرع الجانبية بمنع دخول الهواء للنبات. نحن ما يهمنا كما ذكرت هو الفرع الرئيسي، هذا هو، هذا كما تشاهدون هنا أيضا فرع جانبي. نترك فقط هذا الفرع الرئيسي، نركز عليه هكذا. نقوم دائما بمتابعة النبات، وربطه بالخيط كما تشاهدون، دائما نتابع النبات لحظة بلحظة. على هذا الشكل كل الأفرع الجانبية نقوم بنزعها. هذه عملية ضرورية لنبات الطماطم، يعني كما تشاهدون الآن طماطم مثمرة الحمد لله، فيه أزهار، فيه أزهار كما تشاهدون هنا. هذا الإنتاج الأول كما تشاهدون، ثم بعده الإنتاج الثاني هنا، هذا فرع جانبي نقوم بنزعه. دائما نترك فقط هذا الفرع الرئيسي ونركز عليه لكي يتسلق وينمو أكثر، لأن هذا النبات متسلق. ونكمل العملية دائما هكذا، لا نترك أي فرع، أي نبات نجده مائل أو
يلزمه ربط بالخيط نقوم بربطه. ودائما بعد انتهاء العمل ونزع الأفرع نحاول لم هذه الأفرع التي نزعناها ورميها خارج البيت البلاستيكي، حفاظا على نظافة البيت، أيضا منع انتشار الفطريات، ونتابع كما ذكرنا النبات أول بأول يوما بيوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.